موضوع حذف بطاقات التموين بقى حديث السوشيال ميديا بعد ما الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني طلع وقال انهم هيعملوا غربلة لكل الناس اللي معاها بطاقات تموين، يعني مش كل واحد يستحق الدعم. الدكتور سمير وضح كمان في تصريحات تلفزيونية ان في ناس كتير مش مستحقة للدعم، وعلشان كده لازم يتعمل تقنية للبطاقات. مثلا لو حد عنده راتب عالي او بيستعمل كهربا كتير او عنده عربية حديثة، كل ده هيتحدد اذا كان يستحق الدعم او لا. كمان في شوية اسباب حددتها وزارة التموين ممكن تتسبب في حذف البطاقات، وهم 12 سبب. 1- لو رب الاسرة مرتبه اكتر من 9600 جنيه شهريا. 2- لو عنده عربية موديل 2017 او احدث. 3- لو مصاريف المدارس بتاعته بتوصل ل 20000 جنيه او اكتر. 4- لو بيدفع ضرائب 100000 جنيه او اكتر. 5- لو عنده شركة براس مال 10 مليون جنيه او اكتر. 6- لو سداد الضريبة المضافة بتاعته مرتفعة. 7- لو عنده صادرات او واردات مرتفعة. 8- لو حصلت وفاة في الاسرة ومحدش قدم على حذف الشخص من البطاقة. 9- لو في شخص مسافر ولسه متسجل على البطاقة. 10- لو مصرفتش الخبز او السلع التموينية لمدة 6 شهور متتالية. 11- لو تعدى على الاراضي الزراعية. 12- لو ساب البطاقة عند البقال او المخبز. في الاخر الموضوع ده مهم جدا، ولازم كل واحد يكون عارف الشروط دي علشان يحافظ على الطاقة.